السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا هذا أو في مقطعنا هذا راح نشرح بشكل بسيط عن كيفية تنشئ شهادات الشكر والتقدير بواسطة قوالب جاهزة، بس كل ما عليك هو تغيير الأحرف والكلمات. عندنا هنا مجموعة من المواقع، طبعا عندنا 4 مواقع هنا، وعندنا الموقع الأخير. الموقع الأخير فيه يعني تصميمات راح نشرحها في آخر شيء. الآن نشوف الموقع الأول، هنا مجموعة من القوالب. مثلا نختار القالب هذا مثلا، طبعا إذا دخلنا هنا يعطينا المواقع القوالب المشابهة له، ما في إلا قالب واحد. ممكن أظهر نقدر نختار هنا، لا المهم. طبعا الموقع هذا فيه 100 قالب، كما تلاحظون نزل لنا بصيغة وورد، نفتحه. الآن نغير في الكلمات، مثلا نكتب تنكيد تحرير، هنا نكتب شهادة شكر وتقدير، مثلا نكبر الخط، مثلا هنا طالب أحمد. المهم نختار يعني وذلك مثلا، وذلك لجهوده، المهم إلى آخره. أن تقدر تختار القالب المناسب لك وتختار أيش تبغى الكلمات. طبعا هذا الموقع الأول فيه أكثر من 100 قالب. الموقع الثاني فيه 30 قالب. الآن مثلا راح نختار هذا تصميم مثلا، ثم تحمل عندنا نضغط فتح، نغير على حسب ما نريد. مثلا نكتب هنا شهادة حسن سيرة وسلوك مثلا، وإلى آخره يعني. المهم اللي نبغاه يعني من الكلمات نقدر نختار. عندنا الموقع الثالث أيضا مجموعة من القوالب، مثلا نختار هذا القالب، فتح، أيضا نفس الطريقة، اختار شهادة تفوق مثلا دراسي، وإلى آخره. يعني نقدر نكتب توقيع مثلا أو مدير المدرسة، وهنا مثلا المعلم إلى آخره. يعني نقدر نألف ونضبط، أيضا نقدر نحذف بعض الأشياء الموجودة هنا، نقدر نحذف أي شيء نبغاه ونعدل على حسب اللي نبغاه. المهم هذا الموقع الثالث. الموقع الرابع نفس الطريقة، مجرد أن نضغط على الشيء اللي نبغاه، نفتحه، نجده، نقدر نعدل على أي شيء نبغاه، ونقدر نحذف أي كلمة ونضيف أي كلمة أخرى، ونعدل بالألوان، نضبط. يعني مثلا عندنا هذا القالب مثلا، نعدل بالألوان حقاته، فتح مثلا هنا، نختار مثلا اللون الأحمر وإلى آخره يعني. أو مثلا هذا القالب نقدر نختار
يعني سطوع اللون هذا كما تلاحظون، وأيضا نقدر نحذفه إذا مش حابين احنا، نقدر نحذف هذه مثلا، وإذا أيضا نقدر نغير بعض التفاصيل كما تلاحظون تغير هذا اللون، أو مثلا التباين راح يكون، أو مثلا السطوع راح يكون عالي إذا تشوفوا تلاحظون نصار باللون الرصاصي، أو إعادة تلوين مثلا أسود وأبيض أو إلى آخره، أو تبييض يعني اللي يعني موجود عندنا هنا. المهم الموقع الأخير وهو موقع يعني أول مرة صراحة يعني أجربه، لكن حبيت إني أشارككم فيه. مثلا هنا نختار هنا هذه، ثم نضغط نعدل مثلا على ليلى سمير، مثلا نكتب أحمد محمد مثلا، ونغير هنا الكلمة مثلا أكملت جميع متطلبات إدارة التعليم مثلا، نغير مثلا إدارة التعليم إلى متطلبات مدرسة ابن باز مثلا، نكبرها بشكل هذا. تمام. وايضا نقدر نختار يعني اي تصميم، طبعا يعني فيه اضافات اخرى، ولكن انا حاب انكم انتم تشوفون هذه الاضافات اللي فيه. يعني هذا موقع جدا جميل، يعني صراحة اول مرة اشوفه. ما ادري وش هذه. نقدر نضيف هنا نصوص ايضا اضافية هنا، مثلا على سبيل المثال يعني هنا نقدر نضيف صوت، بس ما ادري شلون يعني هنا نقدر نضيف صورة، واتوقع ان نقدر نحمل صورة معينة بالكمبيوتر ممكن، اتوقع ما ادري شلون نظامها يعني انا ما قد جربته صراحة. ممكن نضيف هذه يعني، ها تشوفون كما تلاحظون. طبعا التراجع ايضا عندنا فيه تراجع، بس ما ادري كيف، لكن انا هذا التراجع من هنا. المهم ان انتم ابدعوا فيه. طيب انتهيت انا من تصميم القالب، فقط انزله مثلا، انزله على اي صيغه، تبي صيغه صوره اللي هو جي بي جي او بي بي ان جي، او تبغاه على صيغه بي دي اف. وهنا كاتب بي دي اف على حجم صغير، او بي دي اف على حجم جوده عاليه، نقول على جوده عاليه. ننتظر شوي. تم التحميل بنجاح، يعني بدون ما شاء الله بدون ما نسجل دخول على الموقع. ممكن انك تدخل تسوي حساب جديد. الان نقوم فتح الملف، ونلاحظ الشهادة يعني ممتازة، حتى جودة الخط كويسة يعني تلاحظون جدا جميلة. وبس هذا في نهاية المقطع، وجزاكم الله خير، وأشكركم على حسن المتابعة. طبعا نقدر نطبعها ونسوي أي شيء. جزاكم الله خير وشكرا على المتابعة. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.